أولاي لك دمي لك دمي. وادي يا فكيك وما شوي تهلب ورمشة يا معين ورشت يا معين. يخرب بيتك انت بدك شو شلون الهريبة بالله عليكم كفو عليك يا ابو البكسي ساعدينك شو بطلعك لبرا يا خايف ابو البكسي شو بطلعك لبرا يا ساكت يفضح عينه شو بسوي برا بسم الله المعين ولك دم يا اخواني بدي دم ايه ولا ما معه دم نشق شق هاتو هاتو من خوانيقو هات الله يخرب بيتك إلهي ما بشي بنية ولك بنية ألو ألو قالت السلام عليكم شلونك شو الاخبار معك ابو عضل الملقب بالمنشار اي والله لك 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 ودقيله دسمه ها مربربه الو ولك شغلي مايك يا اخي مايك مايك بدنا مايك بدنا مايك لازم نسمع الصوت اي والله طلع اذا فتحت مايك ايش نسوي لسباب اعطوني شيء نسوي له اذا فتحت مايك اها قالت والله ايش نسوي لما اسوي له شيء ما نقدر نفيده بشيء طب لذلك لازم نحرقها وهي عايشه تعال خي هي قالت انحرقت مشاو استوت خالص
عم ياكل يخرب بيته. المشكله انه يضيع يضيع الضيع، يعني تقتل واحد الا بدك تقتل اثنين. سكراية جايسي مش سايب شباب. ايه سريم ستايل لا ايه رايدن رايدن هذا لاي هيلب مي هيلب مي هيلب مي نو نو بليز نو بليز يا خرابي طاقة ترى انا علبت علبت وياك مبين سمع صوتي والله سمع دامي بهالبناية ده طلع 30 كيل خلص اخي هاول بدنا اياه عاش عاش يا حبيب القلب الله يسعدك الله يسعدك يا روح هاول بدنا اياه خلاص يخرب بيت 18 كلب بهالمنطقة بس يا الله 18 كلب المفروض انتوا تلاقونونا لهكم جاك جاك اتركني الكي اي هذا راح يريد يضربك بالطاولة يقتلك بالطاولة تعال عني تعال عني مطير اروح اعتذر انا عندي روح لما عندي روح لما عندي روح طلع وانا مالي خبر اخي ما والله ما التعب والله ما التعب اخي تعدي صعب ولك تعدي صعب ليك عندي 21 كيل لسه لا دم الفنان سكواد دبلته
يا الله وليه على بدني دستور من خاطركم لا تأذوني ولا من أذيكم لا لا مو وقتك لا هي ردل لا هي ردل
قطع عينه شو ملقلق؟ هش اوف شو ملقلق؟ يختفي اختفاء اخونا بالله. بسم الله تبارك الرحمن. عم يقتلوا بعض وانا هين. ام كي كمان لازم اخذ ندات ولا هاي وينه تعال روحي ثلاثة بالزاوية؟ وليه على قامتك يا بروس؟ ثلاثة بالزاوية؟ ماتوا النار لو فايتة لجوا كانوا انحرقوا خالص؟ يو لو النار فايتة لجوا كانوا انحرقوا ثلاثتكم الله يفضحكم الله يفضحكم ولك وين عم تتحرك؟ ايش عم يسوي بالزاوية؟ هل شباب ركزوني انتوا ركزوني بالله عليكم ركزوني بحياة الغوالي بس ركزوني انتوا شوي هاي زاوية هاي هين شايفين هاي هين ثلاثة فوق بعض ولك ثلاثة ايش عم تسووا ايش بي بس دا افهم ايش بي يخرب بيتكم نحرق الاول ولك نحرق الثاني الثالث مضبوب ولك معه دي في معه له الخاين الله يقصف عمرك الهي روحت ام الجيم بار ام الحياة قاعد تعرف انك هاكر والله يا صاحبي انك حمار يعني مع احترام لك يخرب بيتك اذا كل الجيم هاكر لازم تتاكد انه هاي مو هاكر يعني تتاكد تاكد لو هاكر هيك يبش هيك هاكر يبش يترك هاد يعني بس بدي اقول لك شغله واحده يعني نفترض اني هاكر وانا بس انا ممثل ولك ما كان قتلته ما كان سويت حالي انه شفته لك ما صح ابو راس مربع يخرب بيتك يعني بيها 40 كل بيها رقم قياسي 40 كل شان جبته؟ شو بعرف الناس انه انا هكر؟ ما صح؟ بس مخك مربع ايش دي يطلع منك؟